ما الذي يجمع قصي خولي مع بلقيس؟ سعيد جدا بهذا التكريم في الإصرار على الموقف. بلقيس، قصي خولي ونيكول سابا كانوا النجوم غير المصريين اللي اتكرموا في مهرجان الفضائيات في مصر، وده تاني تكريم خلال يومين لبلقيس وقصي بعد جائزة الموريكس. بس الفرق ان قصي حضر التكريمين اما بلقيس فما حضرتش في الموريكس. شفت انه مش مناسب يعني نروح نحتفل على رايد كاربت والناس مش وضعها مش تمام، وتوجهت للدعوة تاني ان انا ارجع احضر امبارح، ولكن برضو أنا استمريت يعني في الإصرار على الموقف. سعيد جدا بهذا التكريم. مهرجان الفضائيات العربية من الواضح أنه مهرجان عم يثبت حاله، مهرجان قوي. أما نيكول سابا فبتحضر لأغنية مصرية جديدة من بعد أغنيتها الجو حلو اللي اتكرمت عنها كأفضل فيديو كليب. الجديد بقى الباب يفوت جمل بقى. أنا بحب دايما أغانية يبقى كلماتها كده فيهم مسجز. وطبعا نجوم مصر كان ليهم الحصة الأكبر من التكريمات في اليوم ده، منهم هنا الزاهد اللي اتكرمت عن حلوة الدنيا سكر، ولما قابلناها كشفت عن مسلسلها الجديد. أنا وأحمد حاتم على شاهد إن شاء الله، وجديد خالص يعني مفاجأة، سايكو، رومانسي، كوميدي، اجتماعي. وبما إننا ذكرنا أحمد حاتم فأكيد لازم نتكلم عن نجوم مسلسل ليه لأ، سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر اللي استلموا أول تكريم ليهم في حياتهم، وبالشكل ده كانت ردة فعل سليم. أما يوسف عثمان فبالشكل ده قلد محمود حميدة اللي اتكرم في المهرجان عن عمل بيجمعه بيه وبيجسد من خلاله شخصية حميدة في مرحلة الصغر. مثلا أنت تسأله سؤال فما يردش يعمل كده خلاص، تيجي أنت المذيع مثلا أو المذيع يقول له حاجة فيقوم وهي بتسأله يقوم بصي هي لسه حد، فهو ليه كده ليه حاجات معانا بيعملوها، طب اديني فرصه. ونجوم شباب كتار اتكرموا في المهرجان من بينهم ادم الشرقاوي كافضل وجه جديد على المسلسل لعبه نيوتن. في مهرجان يعني كبير زي ده سو انا مبسوط وبشكر الجمهور عشان هم يعني حبوني وحاجات كده. ومن النجوم الشباب اتكرمت ليلى زاهر، حصلت على جائزه التميز كافضل ممثله عن مسلسل في بيتنا روبوت واهدتها لاختها ملك. احلى حاجه في حياتي كلها ملك أحمد زاهر. وكمان رنا رئيس اللي بدأت تصوير عمل جديد مع ماجد الكدواني. عندي إن شاء الله مسلسل موضوع عائلي اسم الشخصية سارة. أما إدوارد فحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل لؤلؤ. من أهم المسلسلات اللي أنا عملتها في حياتي، ما كانش أحلى مسلسلات عملتها في حياتي كمان. أنا عمري في يوم ما هخسرك. والتكريمات في اليوم ده كملت مع محمد رياض عن دوره في مسلسل النمر، وبعد النجاح ده سألناه إذا هنشوفه في رمضان 2022. إن شاء الله. مع مين طيب؟ يعني خليها مفاجأة بس. ومن المكرمين كمان نرمين الفقي وإيهاب فهمي. تخيلك داخل مهرجان بتاع بلدك وفي نفس الوقت بتتكرم، فخلاص الواحد بيحس بريليف، بيحس إن كل الهدى اللي اتهداها يعني جت بفايدة. الحمد لله. الحمد لله، ده كرم من ربنا، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى يبقى ده شكل أشكال الدراما اللي مستمر.